الموافقة على مشروع الاتفاقية بين الأمم المتحدة ولبنان بشأن إنشاء محكمة خاصة للبنان ومشروع النظام الأساسي المتعلق بها وتفويض وزير العدل أو من يكلفه التوقيع على هذه الاتفاقية مع الأمم المتحدة والموافقة على مشروع مرسوم بإحالة مشروع قانون معجل على المجلس النيابي يتعلق بالإجازة للحكومة إبرام الاتفاقية المذكورة والنظام الأساسي المتعلق بها.